أما من يأتي والمسلمون لهم إمام، من يأتي والمسلمون لهم إمام وينازع الإمام ويريد أنه يوخر الإمام ويصير محله، هذا يجب على المسلمين قتله. قال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد أن يشق أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. فنحن مع ولي الأمر، إذا قام عليه أحد نحن معه في دفع هذا الخارج على جماعة المسلمين، نقاتله وندحض شره عن المسلمين لئلا يفكك الكلمة.